أهلا بكم مرة أخرى. رغم توقعات الأسواق بأن تسهم زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلين إلى الصين في تهدئة التوترات بين واشنطن وبكين، إلى أن الحرب التكنولوجية توسع مداها هذا الأسبوع بعد أن فرضت الصين قيودا على صادرات مواد تصنيع أشباه الموصلة. للمزيد من المتابعة والتحليل بينضم إلينا في الاستوديو المهندس روماني رزق الله، استشاري التحول الرقمي. أهلا وسهلا باشمهندس. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا. إحنا في البداية بعد طبعا زيارة جانت يلين اللي ما فاتش وقت كتير بينها وبين زيارة أنتوني بلينكن، إحنا تابعنا أنه كان في إشارات البعض بيعتبرها مخالفة للتوقعات، يعني حتى تابعنا بعدين أنه كان في توترات لها علاقة بتايوان، في تصريحات جاءت من الرئيس الصيني بأنه خليكم مستعدين للحرب في أي وقت. ده معناه إيه بالنسبة لملف الرقائق الإلكترونية في التوقيت ده؟ هو طبعا اللي بيحصل ده يعني حاجة بتوضح قد إيه الرقائق الإلكترونية هي السبب في الأزمة اللي حصلة بين أمريكا والصين على تايوان. وهنا لأنه هو عايز أقول لحضرتك حاجة، الرقائق الإلكترونية هي بتخش في كل حاجة، في كل حاجة، في السلاح. احنا في طيارة زي F-35 بتعتمد بنسبة كبيرة على الرقائق الإلكترونية، المايكروشيبس يعني، وكل حاجة، كل حاجة في الصناعات، في الذكاء الصناعي بتعتمد على المايكروشيبس. فده بيوري قد إيه المناوشات حاصلة عشان الموضوع ده. طيب المناوشات دي حاليا يمكن أجدد تطور فيها هو منع الصين لبعض مكونات الرقائق الإلكترونية، احنا بنتكلم عن المعدنين للصين، جاليوم وجرمانيوم بالضبط. ده تأثيره إيه على هذه الصناعة في التوقيت ده؟ الجاليوم والجرمانيوم بيخشوا بنسبة كبيرة جدا، لايك 70% من هم يعني مواد رئيسية في التصنيع اللي بتستخدمه TSMC. فطبعا ده نوع من الرد للمنع اللي عملته أمريكا، يعني هو احنا شايفين منع رايح جاي. يعني في أوغست اللي فات أمريكا منعت حاجات كتير، و يعني تكنولوجيز كتير، صحيح، وبعدها تابعنا أن الصين منعت الرمال البيضاء بالضبط. ما هو رد رايح جاي. هو طيب رد رايح جاي. ممكن يتم ازاي التحايل على هذين المعدنين؟ هل في اي وسيلة معينة ممكن يتم اللجوء ليها؟ بصي، هو طبعا الحاجات دي عشان انا اغير في تكنولوجي ده محتاج R&D. R&D ده وقت، ريسيرش اند ديفلوبمنت، بحث وتطوير، ده محتاج وقت طويل. ما هوش الامور في التكنولوجيات الدقيقة دي تتم بالسرعة دي، ما ينفعش. يعني التحرك الأخير ده حضرتك بتتوقع أنه تأثيره هيكون مباشر وسريع؟ خلي بال حضرتك، هم قالوا أنه ده هيبدأ في أوغست اللي جاي، هو لسه ما بدأش. قالوا أنه الجاليوم والجرمانيوم هيتمنعوا في أوغست اللي جاي، هم لغاية دلوقتي ما تمنعوش. بس ده يا باشمهندس هيجي بالتزامن مع طلب متزايد خاصة على الأسلحة، يعني احنا تابعنا انه حتى تايوان كان في توترات بينها وبين الولايات المتحدة في ملف متعلق بنوع معين من الأسلحة بسبب مشاكل في الإنتاج بسبب الرقائق الإلكترونية. طب الولايات المتحدة هتتعامل ازاي؟ وانا هقول لحضرتك حاجة، انا في تقديري الأسلحة تت تت مع الذكاء الصناعي، لانه خلي بالك الأسلحة دي أهميتها ما تقلش عن الذكاء الصناعي، لأن الذكاء الصناعي هو اللي بيحرك وبيكنترول التول دي. فالاثنين مهمين جدا، الاثنين مهمين جدا جدا. فلا، الموضوع مهم ومؤثر. وإحنا شفنا أن أمريكا بتغير الاستراتيجي بتاعها. يعني أمريكا من سنة 85 اعتمدت في الرقائق الإلكترونية فندم في حاجتين مهمين جدا نشرحهم للسادة المشاهدين، هو في التصميم والتصنيع. الأمريكان تخلوا عن التصنيع وركزوا في التصميم فقط. فهم رجعوا يغيروا الاستراتيجي تاني للتصميم والتصنيع، بيحاولوا ينقلوا دلوقتي TSMC في الولايات المتحدة. مدى قابلية هذه الخطوة متهيألي صعب جدا ليه؟ في تقديري، وهو إعلاميا بيصدر انه ده سهل جدا. فندم انت الشركه وسياسيا هو انا ساعات اتظاهر
بقدرتي انه لا الموضوع ده مش مؤثر واي كان اوفر كم الموضوع نقدر نتجاوزه. اه لكن لا خلي بالك تي اس ام سي موجوده من سنه 85 من سنه 87 واخده بال حضرتك من 87 شوفي بقى وقت قد ايه. ف والشركه دي في اخر 10 سنين بقت تحتكر 92 من السوق بتاع التصنيع بتاع المايكروشيبس بتاع الرقائق الالكترونيه وفي 8% لسامسونج ف 92% طبعا يو نو الرقم كبير قوي وضخم قوي. يمكن علشان كده الصين في الفترة الأخيرة كان في محاولات أنه تستقطب المهندسين اللي في تي اس ام سي ليها وتابعنا يعني استراتيجيز كتير في الناحية دي. تأثيرها تابعته ازاي يا باشمهندس حتى الآن هذه المحاولات؟ حاجة صغيرة نحلل بيها ونفهم بيها. عشان نشغل مصنع واحد أنا محتاج على الأقل 3000 مهندس. طب والمصنع الواحد ده عشان يترن كي محتاج لايك 15 مليار. احنا شفنا تي اس ام سي بتتكلم انها السنه اللي جايه هتشتغل على ار ان دي ب 100 مليار دولار. ار ان دي بحث وتطوير بس. طب والقيمه السوقيه لتي اس ام سي دلوقتي 500 مليار دولار. يعني نص تريليون دولار. طيب ازاي نفكر في ده؟ ازاي بقى قدرتنا على ان احنا نستبدل ده؟ ما هوش سهل. كوقت وكفلوس دايركت انفستمنت وكان انا اريبيلد ارجع ابني التكنولوجي دي من الأول. لا 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 ده انا في تقديري ده نوع من التظاهر الامريكي بالقدره واخده بال حضرتك. وعشان كده مش من السهل يعني دلوقتي لو هفترض ان انا الصين دخلت تكنترول على تايوان عشان تمنع ده وقالوا انه لو دخلت هنضرب الكلام ده ده كان تصريح مثير للجدل جدا. مش هينفع الدنيا هتقف. لا ده مش ده دي ده ده ردود اعلاميه ليس اكثر ولا اقل. طيب باشمهندس روماني يعني هذه الحرب التجاريه احنا اتكلمنا عن الشق الاعلامي فيها بخلاف الخطوة الأخيرة اللي الصين أخذتها إيه الأوراق الأخرى اللي الصين متوقع أنها تلجأ لها في الفترة الأخيرة مع الولايات المتحدة؟ بصي حضرتك بصي يا فندم الصين بتتكلم الصين طول عمرها كوبير مقلد ومقلد شاطر قوي وهما بيلجأوا دلوقتي وهو ده المحك هيحصل ولا لا ما أقدرش أقول لحضرتك بصراحة لكن هما بيحاولوا دلوقتي يشتغلوا على البحث والتطوير يعني هما دلوقتي بيحاولوا يشتغلوا على البحث والتطوير والانفنشن ازاي انا امتلك انا عندي الرو ماتيريالز عندي المواد الخام وعندي التصميمات عندي الـ 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 الفكره موجوده هل انا اقدر اطورها؟ ما هو خلي بال حضرتك التكنولوجي قيمته في ايه؟ في تطويره طبعا وتحديثه هو ده التكنولوجي. طب ده ينقلنا لسؤال انه ايه الصناعات التكنولوجيه اللي بتتفوق فيها الصين على الولايات المتحده في هذه المرحله؟ السؤال ده انا مش بصي احنا بنشوف الشرق والغرب كويس؟ انها تتفوق ما اقدرش اقول كده ما هبقى احنا حابينها تتفوق عشان يبقى في على فكره منفسة. احنا لا عايزين امريكا لازم تفضل موجوده ولازم الكتله الغربيه تبقى موجوده ولازم الكتله الشرقيه تبقى موجوده على فكره هو ده الامان مش انه حد يطغى على حد لانه لو حد طغى على حد هنرجع تاني لنفس الفكر الهيمنه خلي بال حضرتك يعني لكن هو الصين انها تفوقت في تقديري لا هي بتشتغل في السلاح بتشتغل في الذكاء الصناعي بتشتغل في كل التكنولوجيات الحديثه كلها بلا استثناء انها بتحاول احنا الفتره الجايه نقدر نقول انها تبقى تات تو تات زيها زي التكنولوجي على قدم المساواه لو ده حصل هقول لحضرتك انه في امل لانها ترجع تبقى ايه بتليد شويه والامريكان هيرجعوا يليدوا شويه والدنيا هتمشي كده. طيب ايه اهم التحديات اللي ممكن تكون بتواجه الصين في تنفيذ او في الوصول للمستوى ده؟ البحث والتطوير الريسيرش اند هو ده المحك يا فندم دايما في التكنولوجي الفاليو في البحث والتطوير هو ده المحك وهو ده الحته دي ولو هقول لحضرتك حاجه صغيره جدا
تي اس ام سي بدت بمكتب للخبره عملوه في تايوان اسمه اي تي ار اي، ده مركز كبير للبحث والتطوير، هو بدت كده. فهو لازم يبقى فيه بحث وتطوير قوي جدا يعقبه نوع من السستينابيليتي في التكنولوجي، الاستدامه. اه طبعا. طيب وايه اللي بيعوق الصين انها تحقق القدر الكافي من البحث والتطوير ده؟ هو العقليه بقى، ما احنا 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 بنتكلم على المينتاليتي، بنتكلم على، عارفه دايما كل شعب وكل مكان ليه طبيعه تميزه. الصين في وقت كبير قوي هي بتعتمد انها كوبير شاطر، هي حد بيحاكي شاطر جدا، بيعمل سيميوليشن شاطر جدا، لكن قدرتها بقى على الابتكار هو ده انا اللي بقوله لحضرتك، هو المحك القادم. هتقدر تعمله ولا لا؟ لو قدرت هتبقى هيبقى في تنافسيه فظيعه. شكرا جزيلا باشمهندس روماني رزق الله استشاري التحول الرقمي على وجود حضرتك معانا. انا بتشرف دايما بوجودي معاكم. شكرا جزيلا. ميرسي جدا يا فندم.